بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلنا جالنا رسالة زي دي فيها اسم المستخدم وفيها كلمة السر. دلوقتي احنا هنشوف ازاي هندخل على السايت ونتعامل معاه. اول حاجة هاخد اسم المستخدم واروح على السايت، هلاقي فيه اوبشن لوجن اند نيو اكاونت، هاجي هنا احط اليوزر نيم بتاعي وهاخد من هنا الباسورد تمام. تدخل على السيستم، اول حاجة بتلاقي عندك ان انت الاكاونت بتاعك اتكريت اكتيفيتد وعندك بالانس. بعد كده بتخش على الكورس لو انت لسه داخل على الويب سايت اول مرة ليك وحبيت ان انت تاكسس الكورس ديتيلز، هتلاقيني ينقلك على طول على صفحة الريجستر، علشان لازم يبقى عندك صورة شخصية على الموقع. فهترفع اي صورة شخصية وانت واخدها بالموبايل على الموقع، وبعدين تتأكد ان انت عامل سيلكت للتيتشر وتعمل سيف. لو الصورة مش مرفوعة هيطلب منك ان انت ترفع الصورة وتعمل سيف. لو دوست كده على كورس ديتيلز هيفتح لك الكورس بتاعك عادي جدا. اذا هو ميعاده مناسب هتضغط كده على الكورس، هبتدي يحمل لك الفيديوز ويفتح الكاميرا عشان يوري لك، يبتدي يسجل انت بتعمل ايه على السيستم. ديتيلز هتروح تختار الكورس، بتدخل على الكورس ديتيلز هتلاقي هنا السبجكت اللي حضرتك معمول لك اشتراك فيها، ومجرد ما بتختار السبجكت بيطلع لك رصيد الحصص بتاعتك فيها قد ايه. بعد كده بمجرد ما حضرتك بتختار المادة بيبتدي يحمل لك المحاضرة، لو المحاضرة في ميعادها ويومها، لو مش في ميعادها ويومها فبتطلع لك الرسالة دي بيقول لك ان السيشن بتاعتك الساعة 1:30 للساعة 5:30. اوكي، لو هي في ميعادها هتظهر لك التفاصيل بتاعتها. خلينا نشوف كده لو هي في ميعادها هيحصل ايه. دلوقتي لو الكورس بتاعك اكتف وده ميعاده هختار السبجكت اهو، هبتدي يظهر معايا الكورس. لو ضغطت على الليسن هيفتح معايا الليسن. في الباك جراوند بتاع السايت هتلاقي حضرتك متصور اونلاين زي ما انت شايف كده، صورة الفيديو دي اوريدي هتبقى عندنا. حضرتك لو عملت اي تجاوز في القواعد بتاعه الويب سايت الصوره دي هتتنقل لنا بتفاصيل اللي حضرتك بتعمله، سواء اذا كان عندك اكتر من حد بتتعامل بيتفرجوا معاك على الفيديو، او ان انت بتعمل سكرين شوت او الحاجات دي. هتنزل تحت، طبعا انت مش هتبقى شايف في الفيديو كده، انا بس ظهرهولك عشان تبقى عارف ايه اللي بيحصل. هتنزل تحت هتلاقي الفيديوهات المتحملة للدرس بتاعك وتحتها الهومورك تمام، ولو في اكزام هيبقى تلاقي الاكزام كمان نازل، او هنا لو ضغطت هنا كده على الاكزام هيظهر قدامك الإجزام زي ما هو محطوط بأسئلته، وفي تايمر هنا بالوقت حضرتك هتجاوب وتدوس سبميت هيحفظ لك الأسئلة بتاعتك الإجابات بتاعتك وتطلع لك الريزلت في ساعتها وإنت قاعد. جزء البروفايل خاص بالديتا بتاعت حضرتك لازم تخش تعدل الصورة، ترفع صورة خاصة بيك عشان نبقى عارفين مين اللي بيتعامل على السيستم.
خلينا نخش على البروفايل ونشوف شكل الفايل عامل ازاي. دي صفحة البروفايل، دي فيها البيانات الخاصة بتاعك بتاعتك كطالب. من هنا بترفع الصورة الشخصية، بعدين بتعمل سيف. لو الصورة فاضية مش هسمح لك تسيف لحد ما ترفعها. تمام، نرجع تاني على الكورس ديتيلز، هنلاقي المحاضرات بتاعتنا البالانس والمحاضرات موجودة.